مساء الخير والجمال على كل متابعين شبكة قنوات صدى البلد، وخاصة قناة صدى البلد 2، وخاصة تحية لكل متابعين برنامج صحتك وبس، ولكل المتابعين السوشيال ميديا برنامج صحتك وبس. كومنتاتكم على راسي وتعليقاتكم على راسي ورسائلكم الحلوة والطاقة الإيجابية اللي بتبعتوها، والناس اللي خست معانا بمساعدة كبسولات وكورسات وان سليم، ومساعدة دكاترة التغذية العلاجية اللي بتنورني هنا كضيوف حلقات وبيتكلموا وبيقولوا نصايح والحالات كمان. دايما الحمد لله ولله الحمد بقيت صاحبة هاشتاج الدال على الخير كفاعله. لو دخلنا على الفيسبوك لقينا ان كل الفقرات بتاعتنا وكل حالاتنا اللي بتنزل بالوزن، اللي ساعدناها تعالج شعرها وبشرتها، واللي ساعدناها تنزل في الوزن وتكسب ثقتها في نفسها، واللي كسب صحته، واللي اتعالج من امراض مزمنه، مريض الضغط اللي استغنى عن برشامه الضغط، مريض السكر اللي استغنى عن برشامه السكر اول يعني بمجرد نزول الوزن، البنات اللي اتحرموا من حلم الانجاب وحلم انها تكون ام عشان نتيجه تكيسات دهنيه على المبيض، والحمد لله ولله الحمد كان معانا حالات الحمد لله عملوا تحليل حمل وربنا رزقهم، واللي ولدوا معانا وخسوا ومكملين تاني عشان بطن الولاده نخفيها. احنا بقينا في حياه كل حد او بيشنت او كلاينت بيكلمنا، بقينا زي اخواتهم، بقينا زيهم معاهم في البيت، من اول لما بتدخل الجامعه وزايده في الوزن وعايزه تظبط الدريس كود والاوتفيت، لغايه ما بتتجوز وعايزه تخلي الفستان، او اللي بيتجوز وعايز البدله تبقى شكله حلو، لغايه ما بتبقى في الحمل وتيجي تولد وربنا يرزقها وتيجي تقول بطني الولاده والحقوني، نفضل متابعين معاها لغايه ما رجعها تاني للوزن المثالي. مبسوطه جدا ان تعليقاتكم يا دكتور زودي من خلطات العنايه بالشعر، لا احنا عايزين تفتيح المناطق الحساسه، انا عروسه ومقبله على الزواج. امبارح كان معانا ميك اب ارتست هدى ميك اب ارتست سهى سليم اللي قعدت تقول لكم ازاي نعمل سكين كير روتين، قبلها دكتور اسلام التغذيه العلاجيه، ودكتوره منى اللي قالت لنا انواع البشره. ضيوفنا ما بتخلص، حلقاتنا ما بتخلص، حكاياتنا ما بتخلص، دايما بيبقى معانا ابطال في كل حلقه، قصه من قصص ابطال كورس وان سلام يحكوا لنا كده قصتهم، يقولوا لنا كان ايه مشاكلهم، رجعوا في الوزن ويكسبوا ثقتهم. في مشاكل بتكون اجتماعيه اللي حياتها اتدمرت نتيجه ان قبل فرحها اتفركشت الخطوبه والجواز ودخلت صومعه كده من الدبريشن والاكتئاب وزادت في الوزن 25 كيلو واهملت حياتها المهنيه. بفضل الله وكبسولات وان سلام بترجع تاني تكسب ثقتها في نفسها وتنزل في الوزن. اللي اتجوزت واللي سابت جوزها واللي معاها اولاد واللي سابت حياتها، مشاكل كتيره، مشاكل كل بيت ما بتخلص، كلنا عندنا حكاوي كتيره، بس احنا دايما بنبقى اقرب للحكاوي الاجتماعيه اللي بتاثر على صحتنا، على شعرنا، على بشرتنا. النهارده الدال على الخير كفاعله مع بطله من ابطال كورسات وان سلام قدرت تنزل في الوزن 20 كيلو في شهرين، سنها 21 سنه. تخليني ارحب النهارده بضيفه ومجربه كورس وان سليم استاذه رجاء. ازيك يا رجاء؟ انا قالوا لي رجاء قلت يعني انا هتبقى ضيفه 40 50 سنه، لكن انا لقيت قمر ومعقول الحلاوه دي كانت زايده في الوزن؟ احساسك ايه؟ احكي لي الاول انت كان مشاكلك ايه في زياده في الوزن، وبعدين حسيتي بحلم الصحه ازاي؟ في الاول كان مشاكلي ان انا عايزه البس فساتين ما بعرفش البس، مثلا بناطيل ما فيش مقاسات اصلا. ده مشكلتي عملت أزمة كبيرة قوي، عملت أزمة كبيرة قوي، وكنت بخرج مع صحابي تنمر بقى، أنت تخينة تمشيش معانا، أنت تكسي فينا، الكلام ده كتير. وحصل موقف برضه كان في فرح خطوبة أختي وما عرفتش ألبس دريس اليوم ده، وكان نفسي ألبس دريس ما عرفتش، ما لقيتش حاجة وزني بمعنى الكلمة. فساعتها لبست بنطلون عادي وحاجة عادي بس. وطبعا حضرت الفرح كنت متضايقة ومخنوقة وشايفة البنات بقى رايحة جاية بالدريس. أيوة كله كان لابس دريسات بقى وأنا لابسة بنطلون خطوبة أختي بقى وكده. طب وانت بقى خدتي القرار امتى؟ يعني قلتي كده فجأة كده وقفتي لا انا هطلب كورس وان سليم دلوقتي وهنزل في الوزن؟ في الاول كنت بعمل ريجيم ما فيش نتيجة. رحت عملت دايت وعملت رحت كنت عامل عملية كمان بس انا سني صغير. عملية؟ عملية بس صغيرة جدا عملية بس. قرار وحش، الحمد لله ان انت ما خدتيش الخطوه دي. شفتي نزلنا وحلوينا ازاي من غير عمليات ومن غير اوضه عمليات وبين، انت عارفه ان العمليات ليها اثار جانبيه؟ اكيد طبعا، تساقط في الشعر وبهتان في البشره وليله والالم وبنج، وده غير بادجت. تمام. فكنت بكلم صاحبتي كده قريبه مني فحكيت لها، فقالت لي طب وليه، طب ما بعتت لي اللينك قالت لي خشي، فقلت لها عن تجربه قالت لي اه، هي كانت مجربه برضه. يعني هي كانت معانا اصلا؟ اصلا يعني بطله كانت. شفتوا بقى احنا بنكسب الكلمه الحلوه. فبعتت لي اللينك، دخلت شفت ناس كتير وكلمت الناس برضو اللي انتوا حاطين صورهم، فقالوا لي ايوه احنا خسينا من سبب كورس وان سليم.
ده انت واعره قوي. شوف عملت ايه؟ بلا الناس بتجيب بتضرب الصور وبنعمل فوتوشوب، راحت داخله مكلمه الناس اللي بمنشنها اللي خسوا. انت خسيتها على كرسي مسلم ولا لا؟ الاحتياط واجب برضه. ده احتياط واجب جدا. الله اكبر عليه. ما خلاص ما عاوزه تكتب بقى في دماغك اللي شغاله دي. الناس بتثق فينا بس مجرد صحتك وبس، وبرنامج دكتوره ساره مهدي بيثق غير اختار وزاره الصحه. يعني انت ما وثقتيش ان ختم النسر ده مش بيتاخدوا اي منتجات؟ اكيد طبعا. وده اللي اثبت لي اكتر بقى. ايوه صح كده، ده اللي اثبت لي اكتر ان وان سليم هو اللي يجيب لي النهايه بمعنى الكلمه. حلو. بس فبعدين طلبتي الكورس من الصف؟ طلبت الكورس وخسيت في الشهرين 20 كيلو. الله اكبر. كنت 75 بقيت 55. انت عارفه ان انت ممكن تنفعي تكوني موديل اصلا او فاشن بلوجر؟ انت لسه في الجامعه؟ طيب يعني بتدرسي ايه؟ طيران. الله اكبر. يعني انت طيران ومحتاجين جسمنا يبقى حلو ونظبط. طب انت لما جيتي تطلبي كورس وان سليم ودكتوره الفريق الطبي، انت عارفه احنا للاسف احنا اسفين حاطين صوتك بنوري الناس يكسوا فيه مش كده. بصي عشان الثقه، عشان اللي شاكك زيك ان هي شخصيه شكاكه. الواضح ان انت رجاء دايما كده عارفه اللي هو ده دخل اتكلمت الناس خسرت. بصي هو انت قمر في كلتا الحالتين الله اكبر. فصدتنا على الحلاوه حلاوتين لما خدنا ثقه في نفسنا. انت حتى كمان كمان في التصوير، شوف انت دايما بتبقي واقفه ماسكه البورتفوليو بتاعك كده او الباك بتاعتك، عارفه اللي هو من داري بطن الولاده. انا عارفه الكلام ده. عندي صحابي كتير بيبقوا زايدين في الوزن قاعدين في الكافيه تلاقي اروح جايبه الشلته الكاشن تروح على ايوه بعمل كده صح؟ ده انا بقيت بتابع البادي لانجوج لاي حد زايد في الوزن. بل يا اما تلاقيه ماشي دايما او بيتصور بالجنب زي ما انت واقفه كده، عارفه اللي هو ايه طلع نصي. شوفي الصورة التانية بقى نفس الاوتفيت تقريبا اللي احنا لابسينه. ثقة. وفي غير الثقة انت واقفة بتتباهي اكيد بحلاوتك وبالجمال وبالجسم، وطبعا انت حسيتي بنعمة الصحة اكتر لانك جربتي انك تكوني زايدة في الوزن. ايوه. وكمان خطوبة اختي فركشت اصلا الاولانية فعملت خطوبة تانية فكنت خاسة بقى ساعتها. ايه ده؟ ده انت جالك والله جالك الخير. يعني انت لابسة بقى فليس درسات عادي بقى ولبس انا عايزة عادي. ساعتها حسيت دي خطوبه بقى فعلا، ان انا حضرت خطوبه اختي بمعنى كده. لكن الاول كان عادي يعتبر خطوبه صاحبتي. ما كنت رايحه خطوبه صاحبتي جايه اعمل وجه وبس. لا وتلاقيكي كنت منوره في الفرح. ايوه اكيد. لا ما شاء الله الله اكبر. يعني يا رجاء اصلا يعني حلوه من جوه معنويا وشكلا جدا. خست من غير ما يبقى فيه ترهلات، من غير بهتان في البشره، من غير تساقط في الشعر، بدون عمليات جراحيه. 20 كيلو. انت عارفه شعار كورس وان سليم افضل نتائج اسرع وقت شهرين. ودي الحاله اهي. لا انا عايزاكي تقعدي انت اللي تتكلمي تقولي الناس تقنعيهم ازاي، تقولي لهم يا جماعه انتوا فاتكوا كتير قوي اللي ما خسش بكورس وان سليم. انا كنت بطلع على السلم، احنا كنا ساكنين الدور الثاني، بطلع في السلم ده ممكن لما كنت تخينه بطلع مثلا في ساعه. يا لهوي. ممكن نص ساعه. اطلع سلمة انا هبقى مش قادره. تقعدي تريحي بقى تشيتي شويه. اريح بقى رايحه السلم واطلع تاني. من ساعة ما خسيت انا بطلع في السلم ما كملش دقيقة اصلا. باخد ثلاث سلم على بعض واطلع. لا ده احنا بنتباهى قوي بصحتنا. وايه تاني؟ وغير كده كنت اقدم في الجامعة بتاعتي لما شافوا وزني قالوا لي لا ما ينفعش. وغير صحابي انت ازاي تقدمي ضيافة بقى وشايفة وزنك هتتقبلي مش هتتقبلي والكلام ده بقى. انا حساسة جدا. اول حاجة فيها ريبريزنتبل الشكل. ايوه. فرحت قدمت قالوا لي احنا في سنة ثالثة هما بيعملوا الاختبار وزنك بقى في ثالثة خسيتي ما خسيتيش ما نعرفش. فقلت تمام ماشي اقدم. وفي ثالثه بقى اخس. جه قبل التقديم بثلاث شهور تخسيت. يعني انت اصلا خسيت قبل التقديم مش استنيتي ثالثه؟ لا ما استنيتش ثالثه. فما زمايلك اللي كانوا شافوكي في الجامعه بعد ما خسيتي ما حدش عارفني اصلا. ما حدش عارفك صح؟ اه والله. انا ما اعرفش ليه يا جماعه الواحد لما بيخس شكله كله بيتغير. دلوقتي كلهم صحابي عايزين يمشوا معايا بقى وتاني تخرجوا ده مش عارفه نروح فين ونروح فين ونروح فين ونروح فين. قلت لهم لا مش عارفه. خلاص بقى سوري انا مش هخرج معاك. بصي برضه الصوره ستي كنتي والله حلوه بس برضه الصوره قبل وبعد 20 كيلو في شهرين. عشان في بنات كتير تتحط. ايه دي مناظر تتحط؟ لا مناظر ايه ده قمر. في ناس بتنزل 40 كيلو في اربع شهور و50 كيلو في اربع شهور ونص. معانا حالات كتير. انت عارفه كبسولات وان سليم تمت تقريبا 24 او 25 الف حاله خست مش متابعين. خست احنا متابعين الحمد لله بنوصل للملايين من المتابعين. بس حاله لهم فايلات في كده مكتبه يعني في الشركه عندهم كل حاله ليها فايل بيبقى مكتوب السن مكتوب حالتها كانت ايه باسمها بالطول بالوزن بالبادي ماس اندكس بتاعها كانت مين الدكتوره المتابعه في الفريق الطبي كان مين اللي بيتابع معاكي في الفريق نفسه؟ مش فاكره اسمها عشان حوار بقاله كتير بس هي دكتوره كانت متابعه معايا على طول. هم دايما يعني بيتابعوا جهاد روان
ايوه جهالي روان. روان وجهاد. ايوه بصي دكتوره جهاد وروان دول أيوة. بصراحه ترند منورين عندنا الفريق الطبي. طب انت كانوا بيحاولوا يقولوا لك مثلا انت محرومه النهارده عن كذا، كانوا بيبعتوا يقول لك النهارده ما تاكليش اي حاجه؟ ايوه حصلت مره كنت ماما كانت عامله اكل وقلت لها انا عايزاك، قالت لي ما فيش اكل خش الاوضه. ده مين قال لك كده؟ ماما مامتي. أيوة. عشان انا باكل كتير. انا باكل كتير وبتخن في... يعني ممكن اكل حاجه صغيره اتخن عليها. سرعه الحرق قليله. فقلت لها انا عايزه اكل، قالت لي لا مش هتاكلي، طلعت لي حته قد كده قالت لي تاكليها دي بس. ايه ده؟ فانا اتحرق دمي في اللي هو ايه؟ انت عامله كده وراحت تديني الحته دي بس؟ وراهنت معاها اساسا لما كنت جايبه الكورس وان سلام، لما راهنت معايا قالت لي مش هعمل النتيجه معاكي، قلت لها طب راهن على كام؟ راهن على فلوس اصلا. كمان؟ قلت لها بس لو خسيت لو خسيت صعبه لو خسيت هتديني اللي انت عايزاه، قالت لي ماشي. في شهرين خسيت تقول لي تعالي روحي هتجيبي هاتي لي واحد، قلت لها اطلبي بنتي بقى. هي كمان عايزه تنزل؟ اه قلت لها اطلبي بنتي بقى. طب هي خدت، انت خدت الكورس بخصم كام؟ 25 30. يا لهوي احنا عاملين النهارده خصومات 60% و40% و30%. تلحق بقى ايه مامة رجاء؟ الو وهاتي الكورس. طالما هي ما رضتش تقولوا لك ده عشان خاطرك، يعني عاملين النهارده ان شاء الله في خصم اصلا. هي بتتفرج علينا؟ مش هتخليها تتفرج على القناه، مش هتخليها تتفرج عليها لحلقتك؟ طب انا عامه نداء لمامة رجاء، انا هاخد الحلقه والفقره بتاعتي احطها على السوشيال ميديا عندي عشان تطلب الخصومات. انت عايزه تعملي معاها مصلحه ولا ايه؟ تطلبي لها بخصم 30% وتاخدي الباقي؟ لا والله 30% حتى اصلا. انت مش بتديها خصومات، ده كفايه ان انت اصلا دليتيها على السبب اللي خسرتي. شكلك بتقول لي لا انت مش هتخسي. ده كفايه انها عليك كده. كفايه ان انت عملتي دايت، عملتي ريجيم، كنت بجري في الشارع كتير قوي عشان احلل اخس، ومثلا بقعد باليوم كامل كامل خالص ما تاكلش. دي على فكره عاده سيئه خاطئه. الناس اللي فاكره ان انا لما اقفل بقي وافضل طول النهار ما اكلش، انت كده بتقلل سرعه حرقك وبتبوظ جسمك. بتلعب في المعادلات الكيميائيه اللي موجوده في الجسم، فانت بتاذي جسمك وبتاذي حالك، ده غلط. انا جات لي انيميا من سبب ان انا ما باكلش خالص، جات لي انيميا واغمى عليا ساعتها. يا نهار ابيض. انا امي كانت عندي 7 فاغمى عليا ساعتها، وماما قالت لي لازم تاكلي على الاقل مره في اليوم. انت عارفه ان احنا عندنا متابعين كتير لقناه صدى البلد وخاصه برنامج صحتك وبس، في بنات وستات ورجاله وكبار سن واطفال بيتفرجوا عليها دلوقتي. اللي زايد في الوزن تنصحيهم بايه؟ ياخدوا كورس وان سلام. عشان؟ عشان يخسوا ويبقوا زي كده. ايوه امارات كده زي كده. خلي بالكم ان هي كانت في هي ما زالت في كليه ضيافه، اختارت كليه صعبه جدا، كليه اهم حاجه المظهر والشكل، اخذت ثقه واراده والواضح ان انت عنيده، وده جود. العنيد في الصح هو ده اللي احنا عايزينه. نزلت 20 كيلو، كانت مراهنه مامتها انها ما تنزلش في الوزن 20 كيلو في شهرين، صحابها اللي قعدوا يقولوا لها انت مش هتعرفي تخسي، نزلت بمساعده طبعا ربنا ومساعده كبسولات وان سليم نزلت. ومناسبه هذه الفقره الجميله واستاذه رجاء النهارده عروض حصريه. مامة رجاء الحقيقه انا بسرب لك العروض. عرض الكومبو للناس اللي عايزه تنزل اكتر من 20 كيلو خصم 60% اللي هو بنقول عليه خصم الكومبو او عرض الثلاث شهور. هيوصلكم 4 منتجات تخسيس، وان سليم واثنين وان فيت وان بيرفكت، وعليهم كريم شد الترهلات هديه وراس فيتامين د هديه. طب لو انا عايزه اخس ما بين 10 كيلو ل 20 كيلو النهارده حصري خصم 40%، وهتنزلوا فيها من 10 كيلو 20 كيلو على حسب سرعه حرق جسمك، هيوصلك منتجين تخسيس وعليهم كريم شد الترهلات هديه وراس فيتامين د هديه. كورس السريع او كورس الانقاذ النحت اللي بيقلل الدهون الموضعيه في منطقه واحده بس، ايه ده؟ يعني معقول انا جسمي كله ما ينزلش في الوزن لكن المنطقه العنيده الدهون والكيلوات العنيده اللي مضايقاني في منطقه البطن، الكرش، الولاده، اللغد، الكتاف، الارداف تنزل بس لوحدها؟ اه ده من خلال كورس الشهر الواحد وخصم 30%، وكورس عليه كورس هديه، كورس التخسيس عليه كورس المالتي فيتامين هديه، شحن ومتابعه مجانا، مش عليكم غير ان انتوا تكلموا ارقام التليفونات بسعر المكالمه العاديه او تبعتوا لنا رساله على الواتساب، بنرد في اي وقت، فريق الطب 24 ساعه بيها عمل. او من خلال صفحتنا على الفيسبوك صفحه وان دايت دايت لايف، ودايما اللوجوز معاكم، او صفحه البرنامج صحتك وبس عشان تبعتوا لي ايه المواضيع، ايه الخلطات، ايه اللي انتوا عايزين اتكلم عنه الفقره الثانيه او الحلقه الثانيه. النهارده كانت منوراني استاذه رجاء ايقونه الجمال والاراده والمثابره، وان هي عنيده انها تنزل في الوزن في اسرع وقت 20 كيلو في شهرين، لدرجه كان تفكيرها بيجيبها انها تعمل عمليه جراحيه، لكن قدرت بفضل الله ومساعده كبسولات وان سليم تنزل في الوزن، تكسب ثقتها في نفسها وتزيد على حلاوتها حلاوتين. وكان معانا صورتها وشكلها قبل وبعد. لو انتوا نفس الحاله رجاء بتقول لكم رجاء اطلبوا الكورس واكسبوا صحتكم ووفروا فلوسكم، والتجارب اللي انتوا بتجربوها دي
بلا جدوى، هي كبسولة واحدة بس قبل الفطار بنص ساعة، 3-4 كوبايات مية، سد شهية، زيادة سرعة حرق، تقليل وزن وتقليل مقاسات، وكمان تقليل عدد الخلايا الدهنية وقتل الخلايا الدهنية، لأن كورسات وان سليم الكورس الوحيد الحصري في السوق المصري والوطن العربي، حصل على ترخيص وزارة الصحة وصاحب الكومباينيشن أو المواد الفعالة الوحيدة، سيليوم سيد والسيليوم ماسك والجارسينيا كامبوجيا وإيل الكارنتين والكروميوم وفيتامين إي وسي وإي وفيتامين دال، كلام كتير كده، والمرخص من وزارة الصحة، ودي أهم حاجة اللي شجعت رجاء وشجعت كل الناس و24 ألف حالة اللي خسوا بمساعدة كبسولات وان سليم، هو اختار وزارة الصحة وختم النسر واختار هيئة وسلامة الغذاء اللي بيديكوا طمأنينة انه آمن جميع الفئات العمرية وآمن على اصحاب الامراض المزمنة وآمن على الاطفال من سن البلوغ حتى لو بتاخدوا ادوية تانية هو آمن تماما. نورتيني يا رجاء منوريك. وبجد بجد اديتيني طاقة ايجابية واديتي كل المشاهدين طاقة ايجابية وساعدتيهم ياخدوا خطوة النزول في الوزن. معانا بس 300 عرض الحق احجزوا بسرعة عشان انا بطلع دايما فاصل وباجي بعد الفاصل. طبعا خدهم ليا اصلا. دي بتقولي لهم ايه؟ هبيعهم في عندنا في الشارع اصلا. ده انت بقيتي دكتوره التغذيه في المنطقه. بقول لك ايه، خلاص رجاء بقت دكتوره رجاء التغذيه العلاجيه في الشارع. هم يعرفوا انا خسيت ازاي اصلا. طب كويس، انت بتاخدي ثواب على اي حد بتدليه على الخير، انت بتاخدي ثوابه لان هو بيكسب صحته. شكرا رجاء نورتيني. فاصل وارجع لكم، ما تروحوش اي قناه ولا اي برنامج، بس صحتك وبس مع دكتور سارة مهدي. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وقلت لكم ان احنا معانا 300 عرض فقط. ال 300 اتحجزوا كلهم، جايبه لكم فجاه ما تقلقوش، بس اتحجزوا لان سمعوا كلام رجاء. شفتوا الحاله معايا في الفقره الاولانيه، لو انتم ما لحقتوش البرنامج من الاول تقدروا تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه البرنامج برنامج صحتك وبس، وتفرجوا على كم المصداقيه ورجاء. بنت بنوته صغيره في السن 21 سنه كانت محرومه انها تلبس اللي نفسها فيه، محرومه انها تعيش وتمارس حياتها الطبيعيه، نزلت بكورس وان سليم 20 كيلو في قد ايه؟ في شهرين. يا دكتور ساره الكلام ده بجد؟ احنا عندنا ضيوف كتير كانوا منورين هنا في البرنامج وفي برامج تانيه كتير وعلى السوشيال ميديا، كان كم المصداقيه وكم الدعوات للفريق الطبي وللمنتج ولصاحب الشركه، منتجات وان سليم بدون حرمان من الاكل، بتاكلوا كل اللي نفسكوا فيه، تحكم في الشهيه، سد في الشهيه، انقاص في الوزن، وكمان زياده سرعه حرق، افضل النتائج في اسرع وقت بافضل وامن الطرق العلاجيه، لانه مرخص من وزاره الصحه والمنتج الوحيد الحصري الحاصل على اختار هيئه وسلامه الغذاء، انه مكون من كومباينيشن، مجموعه من المواد الفعاله مش موجوده في اي منتج في السوق المصري. المنتج الوحيد اللي فيه السيليوم سيد والسيليوم ماسك. ماده السيليوم ماسك لو عملنا عليها جوجلنج كده عايزين نعرف هي بتعمل ايه، هتلاقي لها قدره على قتل الخليه الدهنيه، اخفاء عدد الخلايا الدهنيه، مش بس تقليل الحجم، ده كمان بنقلل عدد الخلايا الدهنيه. هو ده السبب الرئيسي، الناس اللي بتعمل دايت بترجع تاني في الوزن، بترجع تاني اتخن من الاول، بتزيد اكتر من الاول. ليه؟ لان هي باقي المنتجات بتتحكم في حجم الخليه، لكن لما تحكم في عدد الخليه هنا براءه اختراع كورس وان سليم، هنا قدره كورس وان سليم على انقاص الوزن وانقاص المقاسات. سمعتوا رجاء؟ سمعتوا بقى يا دكتور انا والله ما صدقتش، انا ما كنتش محروم اي حاجه، الفريق الطبي ما كانش بيحرمها من الاكل، كانت بتاكل اللي نفسها فيه، مجرد انها كانت بتاخد كبسوله واحده بس في اليوم. اقل تكلفه لان ده واجبي ان انا اجيب لكم على طول عروض وخصومات، اقل تكلفه لان سعر المنتج اصلا من غير عروض وخصومات في متناول الجميع. عندنا اطفال كتير وبنات صغيره بتطلبوا لمامتها، بتطلبوا لجدتها، اللي بتطلبوا لحماتها، اللي بتطلبوا لحماها، اللي بتطلبوا لجوزها، او زوج بيطلبوا لمراته لما لقاها بعد الولاده وبقى في مشكله عندها بطن الولاده وبقت مكتئبه وعلى طول داخله مود ديبريشن. يعني في متناول الجميع باقل تكلفه، اي حد بيعرف يشتري المنتج. ايه ده، مرخص من وزاره الصحه، حالات ومجربين كتير جدا، وشفنا صور حالات قبل وبعد كتير في حلقات فاتت قبل كده. سمعنا كلام رجاء، انا بقيت دلوقتي اعتمد بشكل اساسي في البرنامج ان لازم تكون معايا حاله كانت متابعه معانا مع الفريق الطبي، او تكون حاله متابعه معايا انا شخصيا. لو انتوا فاكرين استاذ محمد كان معايا نوره ومداخله ام محمد ومداخله مياده، ناس كتير بتدخل معانا على الهوا يا دكتور ربنا يبارك لكم. ما اعتقدش ان في حد ايه يعني هيكون مدفع لهم كام عشان يقولوا ان احنا خسينا في الوزن. مفيش حاجه تستاهل ان انا اقول والله خسيت على كورس وان سليم غير المصداقيه، وغير ان انا عايزه ابقى الدال على الخير كفاعله، عايزه ان انا ابقى سبب ناس تخس واكون انا واخده ثواب عليهم. عايزه اقول لكم استاذ محمد طلب 70 كورس للمركز اللي هو فيه في المحافظه،
ليه؟ اعتبروه دكتور التغذيه شاف خلاص حاله قدامكم، حاله واحد كان مليان، واحد كان عنده مشاكل صحيه كتير ومشاكل نفسيه وما كان سنه مش باين عليه، هو كان عنده 43 او 44 سنه، فقال لي يا دكتور انا صغير وكنت معرض ان تحصل لي مشاكل بقى، يا اما ذبحات صدريه يا اما ضعف في عضله القلب، ارتفاع ضغط الدم. كل الدكاتره جميع التخصصات، جراحة العظام، العلاج الطبيعي، أو دكاترة العظام، دكاترة البطنة، دكاترة النساء، أول حاجة بيشوفوها يا حاج يا مدام يا فلان لازم تخس عشان حالتك الصحية تحسن. حتى مرض السكر تيب 2 علاجه بإيه؟ علاج السمنة. إيه ده معقول؟ يعني أنا مريض سكر ممكن أتعافى؟ أهو ممكن تتعافى، لأن أنت هنا تيب 2 ده بيعتمد على نسبة السكر اللي في الدم عندك عالية جدا نتيجة الأكل ونتيجة الدهون، نتيجة الجلايكوجين اللي متخزن والجلوكوز اللي في البلاد، نتيجة حاجات كتير جدا. طب ما تجرب تخس. والله العظيم كان عندي مداخلة لأم محمد، قالت لي يا دكتورة سارة أنا مش عايزة أقول للناس أنا خسيت قد إيه، أنا أول شهر نزلت 10 كيلو وبعدها أنا رفضت إن أنا أوزن لأن أنا حسيت بنعمة تانية كبيرة، كانت بتعاني من دهون على الكبد واضطرابات في المرارة والقولون العصبي. قالت لي انا يا دكتور الدكتور البطنه اللي متابعه معايا خلاني استغنى عن الادويه، انا تعافيت، انزيمات الكبد ظبطت، المراره بقاش يجي لي الكوليك بتاعها ولا الالم والاضطرابات، القولون دايما عندي مرتاح، فبقيت باخد كورس وان سليم كلايف ستايل، انا مش عايزه اخس، انا حالتي الصحيه اتحسنت جدا، كفايه ان انا ما باخدش علاجات، كفايه ان دكتور البطنه خلاص لغى استشاره ومتابعه كل شهر. لا خلاص استغني عن دواء الكبد لاني خلاص انزيمات الكبد ظبطت، وكمان نسبه الدهون او الفات اللي موجوده على الكبد قلت ووصلت للنورمال ليفل المعدل الطبيعي. قعدت تحلف والله يا جماعه كورس وان سليم ده تحفه جدا، والله هو الوحيد اللي. طب في ناس بتقول ايه؟ طب ما انا عندي مشاكل صحيه ثانيه وباخد ادويه ثانيه، فهل هيتعرض؟ اختار وزاره الصحه، ختم النسر، اختار هيئه وسلامه الغذاء، بيقول ان كورسات وان سليم مواد فعاله طبيعيه 100% امن على جميع الامراض المزمنه، ودايما الاختيار بيبقى معايا اهو. ختم النسر، اختار وزاره الصحه، اسم المنتج، الشركه المالكه، الشركه المنتجه، المصنع، تاريخ التصريح، الهدف والغرض من استخدام المنتج، علاج زياده الوزن، السمنه المفرطه وانقاص الوزن. كل ده وزاره الصحه شهدت بيه بالاختيار بتاع وزاره الصحه. طب ايه كمان؟ المجربين، الحالات اللي نزلت، الناس اللي خست، وكمان وزاره الصحه قالت ان كورسات وان سليم امنه على جميع الفئات العمريه، يعني كبار السن وحتى الاطفال اللي بيعانوا من السمنه المفرطه من سن البلوغ من سن 12 سنه امن ياخد كورس وان سليم. طب الناس اللي عندها امراض مزمنه، باخد برشام ضغط، باخد برشام سكر، باخد برشام لانزيمات الكبد، لعلاج الهرمونات، عندي تكيسات دهنيه على المبيض، بتبقى في بنوته 15 سنة وتيجي تقول أنا عندي تكيسات دهنية على المبيض، تطلع في وشها حبوب كتيرة جدا، عندها اضطرابات في البريد، ما بتجيش الدورة الشهرية في ميعادها، عندها مشاكل صحية وبطن الولادة، كل ده نتيجة التكيسات الدهنية. ده الفيزيكال ابيرنس الدياجنوز اللي أنا بقوله لكم، ده التشخيص. لو أي ماما سامعاني دلوقتي ولقيت إن بنتها عندها الحالة دي، روحي اكشفي عند دكتور نسا لبنتك، لأن وارد يكون عندها تكيسات دهنية على المبيض، ظهور دهون كتير وحبوب كتير في البشرة، عندها اضطرابات في الدوره الشهريه ممكن تيجي مرتين وثلاثه في الشهر وممكن ما تجيش، يبقى في اضطرابات وممكن تيجي بنزيف. لا انا كده بنتي عندها مشكله، تروحي لدكتور الجينا وتخلي بنتك من النهارده تاخد كورس وان سليم عشان تنزل في الوزن، عشان للاسف الدهون اتجمعت على المبيض، عشان لما تيجي تتجوز حلم الانجاب والامومه ما يضيعش منها او يبعد عنها، ونضطر ان احنا برضو نمشي مع التخسيس ومع كورس وان سليم وكمان ناخد هرمونات عشان نزود الاوفيوليشن والتبويض، ده غير بقى المشكله النفسيه، احنا مش هنفرح بيك ولا ايه؟ لا ده انت اتاخرتي، لا ده انت مش عارف مين، احنا مش هنجيب نونه ولا ايه؟ بيبقى في مشاكل نفسيه. انا نص البنات اللي عندها مشاكل نفسيه في حلم الانجاب يا دكتور والنبي هنزل، انت مش فاهمه انا مضطربه ازاي؟ انا حماتي على طول بتزن عليا، في ستريس نفسي. الاطفال عندها ستريس نفسي نتيجه التنمر، تلعبش معانا انت واقف جون، انت اقعد ورا انا مش شايف منك حاجه، يا لهوي انت هتاكلني ولا ايه؟ كم تنمر مش طبيعي. اسمعوا كده اي طفل عنده سمنه، لا انا مش نازل العب مع اصحابي، انا ما عنديش صحاب، انا بيسيبوني لوحدي، ليه؟ ناخد ثواب فيهم بثمن كبسوله 15 جنيه تقريبا في اليوم، 16 جنيه تقريبا ويمكن اقل، هو ده العروض والخصومات اللي انا دايما بجيبها، كان معانا 300 عرض. وبعد الناس ما سمعت استاذه رجاء وشافت ازاي بنوته قدرت تنزل 20 كيلو في شهرين، الاقبال كان على ارقام التليفونات مش ممكن. لما خدت البريك او قلت لكم يلا نطلع فاصل، قالوا يا دكتور ال 300 عرض اتحجزوا ومعانا ويتنج، جبنا لكم
500 عرض زياده. عايزه اقول لكم 20 فرد دلوقتي بيعمل الباكج في المخزن عشان يبقى معانا 500 عرض. الحلقه اللي بجد بنسميها حلقات العيار التقيل، عيار 24، النهارده يعني معانا كده 800 عرض، 300 اتحجزوا قدامكم بقى حبه كده، تلحقوا تكلموا ارقام التليفونات. لقيتوها مشغوله، انا عارفه ان الضغط بيبقى اثناء الحلقه كتير على التليفونات، ابعتوا رساله واتساب عاديه. كلمونا على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه البرنامج وان دايت ودايت لايف، او من خلال صفحه صحتك وبس. تحجزوا العرض من خلال صفحتك، تقدروا من السوشيال ميديا او الانستجرام، او ودي اللوجو دايما بتاعت الصفحات، عشان للاسف في صفحات بتبقى مجله المصدر بتاخد نفس اللوجو وتاخد نفس الاسم وهاشتاجات بقى وتطلع ترند انقاص الوزن، كمان بياخدوا صور حالاتنا وده الشيء الغريب. يعني شفت فيديو بي انا شخصيا واستاذ محمد كان معانا، ولقينا انا بقول كورس وان سليم وهو بيقول كبسوله وان سليم، ولقيتها على صفحه منتجات تانية للتخسيس وحاطين صوره منتج تاني. احنا بنقول كورس وان سليم ليه بيستخدموا؟ يمكن الناس ما تاخدش بالها ان هي قالت وان سليم، ولما العبوه تيجي نعدي. فعلا ناس كتير كلمتنا وقالت ان لقوا منتج وان سليم في صفحات تانية، المنتج مش موجود غير من خلال ارقام التليفونات اللي موجوده على الشاشه، او من خلال صفحاتنا على الفيسبوك وان دايت ودايت لايف، او صفحه البرنامج صحتك وبس. عروض النهارده ايه؟ بمناسبه استاذه رجاء، دايما بنحب نعمل حرق اسعار عشان نحرق دهون، ننزل في الميزان وفي المقاس 60% على عرض الكومبو. لو انا سالت كده دكتوره ساره انهي عرض بتحبي تتكلمي عنه، انا بحب عرض الكومبو. ليه؟ الناس اللي زايده اكتر من 20 كيلو هم لازم يمشوا على الكورس اكتر من 3 شهور. اكتر من 20 كيلو 30 40 كيلو يبقى انت لازم عرض الكومبو. هيوصلك اربع منتجات تخسيس، اكتر عرض فيه هدايا ونسبه خصومات، وفعلا تكلفته اقل تكلفه. خصم 60%، اربع منتجات تخسيس، هيوصلك وان سليم وان فيت وان بيرفكت، وهيوصلك كمان كريم شد الترهلات هديه، واقراص فيتامين د هديه، والشحن والمتابعه مجانا. الكورس ده تقريبا طالع ببلاش والله بجد. انا بقول لكم حسبتها، لقيت ثمنه اقل من ثمن ساندوتش فول. انت هتوفره عشان هي هتسد شهيتك، ده انت كمان هتوفر اكتر من 15 16 جنيه في اليوم من ثمن الساندوتش. ليه؟ لان انت في اكل كتير وجنك فود كتير هتدفع فيه فلوس، الكبسوله هتمنعك وتسد شهيتك وهتزود لك الحرق وهتقلل لك في الوزن، وكمان هنوفر فلوسك اللي مرميه في الاكل وهتكسب صحتك. طب ده يا دكتور عرض ال 60% ونقول عرض الكومبو. طب الناس اللي هي زايده ما بين 10 20 كيلو 13 14 15 كيلو، عرض ايه؟ كورس الشهرين، خصم 40%، هيوصلك ثلاث منتجات تخسيس وان سليم وان فيت وان بيرفكت، وعليها عرض فيتامين د الهديه، والشحن والمتابعه مجانا. طب يا دكتور عايزين حاجه سريعه، كورس انقاذ طوارئ يلحقني، عندي ايفنت، عندي فرح، داخلين الصيف، انا هحضر خطوبه صاحبتي، خطوبه اختي، فرح اختي، فرح اخويا، عايزين حاجه سريعه كده، عايزين نظبط في الفستان. انا النهارده قصدي ان انا اطلع بجامب سوت. ليه؟ عشان تعرفوا ان بطن الولاده، الكرش، التثدي، اللغط، الارداف، الكتاف، الايدين، دي اكتر مناطق بتضايق الاوتفيت. هاتي كده بنوته عندها مشكله في البطن وقولي لها هاتي جامب سوت، تقول لك ايه؟ جنب صوت ده انا لازم اربط كده حاجه حوالين وسطي، او امشي حاطه الشنطه كده، او ابقى لابسه بليزر واروح قافلاه كده من منطقه البطن. لا، من النهارده تقدروا تلبسوا اللي نفسكم فيه، وهتجربوا كل الموضه. الموضه دلوقتي بقت الالوان والمضلع والطويل، والله اكبر متوصيين بالكالرز ومتوصيين كمان بالفت. كان زمان كده لبس واسع شويه، لا دلوقتي بقى السليم فت. اظبطي مقاس، اعرفي انت مقاسك ايه، ويلا بينا ننزل المقاس الاصغر، ويلا ننزل على الميزان، ويلا ننزل في الدهون ونكسب صحتنا. طب انا عايزه كورس السريع، خصم 30% لعرض الانقاذ، كورس الطوارئ، كورس النحت والريشيب. الكورس ده بيميزه ايه؟ انه بيتارجت او بيستهدف منطقه واحده بس فيها دهون زياده. عندك بطن الولاده، عندك كرش، عندك تثدي، عندك ارتفاع في دهون الكتاف او الايدين او الدراعات او اللغد، ايه ده؟ هي الكبسوله دي خارقه؟ يعني بتروح للمنطقه اللي فيها زياده دهون وتنزلها؟ هي بتعمل نحت؟ ايه ده؟ ده انت بديل العمليات؟ ايه ده؟ يعني الدنيا هتحلو؟ وهتخس وهتبقوا الوان تحفه وهنلبس كل الكالرز. عايزه اقول لكم ان صور الحالات والمجربين بجد انا بشوف انبهار. احنا مش بنوصل بس للوزن اللي نفسنا فيه، احنا كمان بننزل للوزن المثالي، يعني بنبقى مودلز. تعالوا نسمع المداخله. الو، ازيك يا دكتور ساره؟ عامله ايه؟ ازيك يا استاذه ملك، عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. مساء الفل، اخبارك ايه؟ مساء النور، الحمد لله. كنت محتاجه منك طلب يا دكتور. قولي يا روحي. بصي، هو انا زدت في الوزن في شهر واحد بس زايده 15 كيلو،
اكيد زدناهم في عيد الاضحى وفي رمضان والعيد الصغير، عيد الاضحى وشم النسيم. انت عارفه ان البحر بيجوع وعماله اطلع في مصايف مع جوزي وكده، والبحر بيأكل بصراحه. صح، ايس كريم البحر بقى والزلابيا والنقنقه الصغننه. معاك معاك، انا حاسه انت عارفه ان انا اول حاجه بحطها في شنطتي وانا رايحه البحر ايه؟ والله كبسوله وان سليم. بقول هو لازم والله والله العظيم انت فاكراني بهزر، انا كنت راجعه من الساحل على فكره وجايبه خدت الكبسوله ليه؟ انا عارفه اصل الهوا والقعده الحلوه والصحاب بيجوع. وخلي بالك عارفه ليه كمان؟ اليود، اليود اللي موجود هو بيزود سرعه حرق الغده الدرقيه فبتحرقي، فبتحسي ان انت جعانه. اروح انا اقول لك انا بقى كساره المهدي بعمل ايه؟ بصحى الصبح واروح واخده لك الكبسوله وشاربه 3 4 كوبايات ميه، وبعدين انزل تحت على البحر اخد لي بقى اي حاجه فيها كافي. والله بقعد لغايه الساعه 2 3 يقولوا لي يا بنتي مش هتفطري، احنا بقى لنا 12 ساعه انت مش هتاكلي. ببقى مبسوطه قوي. تخيلي بقى انا برجع من البحر بحس ان انا هدومي كده فضيت شويه عليا. انت زايده 15 كيلو، اطلبي كورس الشهرين. والنهارده خصم 40%، ومناسبه بقى الساحل والبحر والصيف كريم شد الترهلات هدية عشان يبقى شكلنا حلو في الاوتفيت، عشان نخس من غير ترهلات، واقراص فيتامين د عشان الشمس، وانت عارفه ان فيتامين د مهم جدا للكالسيوم في العظم ولنضاره البشره وتساقط الشعر عشان ننزل في الوزن ووشنا يفضل نضر. شكرا يا ملو. تسلمي لي يا روحي. كلنا هذه الحاله، اول ما بننزل اللانش بوكس بتاعنا اللي على البحر، يا اما اللي معدي بقى بشويه فريسكا وشويه جيلاتي وهات معرفش ندوق ايه والزلابيا واللب نرجع من البحر والصيف زايدين في الوزن. مع ان ناس كتير بتقعد تقول انا لازم اعمل فورمه الساحل، هما بيعملوها قبل الساحل وبتتدمر بعد الساحل. ليه؟ عشان الاكل. طب نلحق نفسنا من دلوقتي وناخد معانا كبسوله وان سليم الصبح قبل الفطار. كبسوله، انتوا عارفين ان في ناس جربت كتير تنزل فازم بيقولوا لي ايه ده معقوله كبسوله واحده بس يا دكتور هتنزلنا؟ كنت بتابع مع شركه كده وصفحه ده بيقولوا لي كبسوله قبل الغداء، في كبسوله بعد قبل الفطار، وفي مشروب كده زي شاي ما بين الوجبات، وفي حقنه بتتاخد كل اسبوع، وفي نقط عند العشاء. ايه ده؟ انت مريض ضغط؟ عندك زياده في الترايجلسرايد والكوليسترول؟ عندك لخبطه في الهرمونات وفي الانزيمات؟ بتاخد ده لانش بوكس ادويه؟ كل ده عشان انزل في الوزن؟ سرعة الحرق مركز الشبع ده مركز واحد بس في المخ هو المتحكم فيه. إحساس الشبع هو امتلاء حجم المعدة، وده اللي بتعمله مادة السيليوم سيد والسيليوم ماسك اللي في كبسولة وان سليم. تنزل المعدة تكون مادة جيلاتينية وهمية نتيجة شرب المية كتير فبتملى حجم المعدة، فالمعدة مدية أوردر للمخ شكرا شبعانة مش عايزين ناكل. عشان كده دايما كورسات وان سليم بيميزها سد الشهية، إحساس الشبع لأطول عدد ساعات ممكنة من 6 ل 8 ساعات، زيادة سرعة حرق، قتل الخلايا الدهنيه وتقليل عدد الخلايا الدهنيه، وكمان تقليل حجم الخلايا الدهنيه. المنتج الوحيد الحصري في السوق المصري وفي الجلف اريا وفي الوطن العربي اللي بيعمل الاربع ميكانيزم في اكشن او الاربع فعاليات دول في كبسوله واحده. ده ايه ده؟ بشهاده دكتور عصر؟ لا، ده بشهاده وزاره الصحه واختار هيئه وسلامه الغذاء اللي كل مره دايما لازم الاختار يكون معايا، ولازم دايما اقعد اقول لكم اختار وزاره الصحه عشان اللهم بلغت اللهم فشحت. انتوا بتاخدوا حاجه مرخصه، حاجه صحيه، اختار وزاره الصحه بيقول انه امن جميع الفئات العمريه، امن على كبار السن، جدي جدتي حماتي حمايه، الناس اللي كبيره في الوزن امن. امن على الاطفال، مجرد الناس ما تامن على الاطفال خلاص انا قلبي ارتاح، لان عارفين ان الاطفال دي بتبقى عاكسه، مرايه عاكسه للي بناكله للي بتشربه للي بتحطه على البشره. اي حاجه للطفل امنه يبقى اكيد امنه على الكبار من سن 12 سنه. آمن على جميع أمراض المزمنة اللي هو أصحاب الأمراض المزمنة، دكاترة الضغط أو يعني هنقول دكاترة البطنة، القلب، جراحة العظام، العظام، العلاج الطبيعي، النساء كلهم أجمعوا إن لازم ننزل في الوزن بمساعدة كبسولات وان سليم عشان حالة الصحة تتحسن. يعني أنا النهاردة صاحبة مبادرة الدال على الخير كفاعلة أصحاب الأمراض المزمنة نتيجة السمنة، يلا نخف. مش بس ننزل في الوزن، مش بس ان احنا هدومنا تظبط والاوتفيت يظبط، عشان تعرفي تطلعي السلم، عشان تعرفي تصلي، عشان تعرفي توطي تلمي حاجه البيت وتشوفي شغل البيت، لو انت ورك وومن وست بتشتغل مش تعرفي تنزلي وتطلعي وتروحي وتيجي وما تنهجيش وتبقيش تعبانه، لو انت لسه بنوته في الكليه صاحبك ما تنمرش عليكي، عجبك اوتفيت تجيبيه وتلبسيه، فلانه بتقول لصاحبتها دي 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 ما بينفعش تلبس دريس اصل دي هنطلعها بره البرايد مين. انتوا عارفين ان انا في حاله بنت اسمها زيزي بعتت لي انا على صفحتي الشخصيه، يا دكتور ساره انا اتجنبت
من البرايد ميد بتاع بنت عمي عشان انا زايده في الوزن، وهي اختارت اوتفيت لونه اونيون جراي والاوتفيت ساتان وعلى شكل جامب سوت. فقالوا لها احنا جنبناكي عشان شكلك ما يبقاش وحش، ده لمصلحتك عشان انت عندك منطقه الجناب ومنطقه بطن هيبقى شكلك وحش. فاحنا قلنا خلاص انت يعني مش هما مثلا غيروا الاوتفيت عشانها، لا هي جنبوها. انت فانت بتخيلي انا كنت قاعده في الفرح بتفرج عليهم هما لابسين البرايد ميد وانا بنت عمي ما قدرتش البس لها البرايد ميد. البنت اتدمرت نفسيا، راجعه من الفرح معيطه زعلانه مكتئبه ودخلت مود ديبريشن. بس اخذت قرار بعد ما اتفرجت على الحلقات وشافت بنات ورجاله وستات وكبار سن وصغيرين واللي بيدخلوا مداخلات وضيوفي في الحلقه، اجمعوا على ان كبسوله وان سليم امنه تماما وناس كتير نزلت الوزن في اسرع وقت. قالت انا عايزه اخد الريسك دي، انا عايزه اخد منهم البرايد ميد ده بعد ما خلاص الفرح خلص واعمل بيه فوتو سيشن. عجبتني الاراده، عجبتني ان هي حاطه حلم وتارجت، لا انا هلبسه واعمل بيه فوتو سيشن واوريهم ازاي انا بقيت احلى منهم. نزلت 7 كيلو في 10 ايام ولسه مكمله. هي المفروض تنزل 23 كيلو لسه مكمله، وزيزي هتكون ضيفه حلقه ان شاء الله في برنامج صحتك وبس. نلحق، كان معانا 300 عرض والحمد لله اتحجزوا في اول فاصل، معانا 500 عرض تانيين عايزه افكركم بالعروض تاني. بس قبل ما افكركم بالعروض معانا مداخله. الو الو استاذه غاده ازيك؟ اهلا يا دكتوره، ازيك عامله ايه؟ انا بيقولوا لي دي صاحبه الدال على الخير كفاعله ونزلت في الوزن مع الفريق الطبي. ايوه الحمد لله. الحمد لله يا غاده. طب احكي لنا بقى قصتك، الناس عايزه تسمع، انت نزلتي كام في الوزن وكانت ايه مشاكلك الصحيه قبل ما تنزلي في الوزن؟ لا انا الحمد لله كويسه، صحتي كويسه والله الحمد لله. الحمد لله. انت كان وزنك زايد قد ايه ونزلتي قد ايه؟ انا كنت دكتوره 6 وكنت 86. طولك كان قد ايه؟ 150. ماشي، يعني انت عايزه تنزلي تقريبا 30 كيلو. اه انا دلوقتي اللهم لك الحمد بقيت 75. الله اكبر. الحمد لله يعني يا دكتوره. يعني 11 كيلو لغايه دلوقتي. اه الحمد لله. فانا بيقولوا لي ان انت اصلا جربتي قبل كده تنزلي في الوزن كتير. ايوه يا دكتوره الصراحه انا يعني لما عملت ريجيم مع نفسي في البيت ما نزلت زي ما انا خدت البرشام دلوقتي القرص. طب انت اللي حد من الفريق مين اللي بتتابع معاكي من الدكتور من الدكاتره؟ الدكاتره اللي بتتابع معايا الدكتوره روان. دكتوره روان، شكرا دكتوره روان على الحاله القمر دي. طب انا عايزه اقول لك، هي كانت بتقول لك تاكلي ايه ما تاكليش ايه؟ كانت مدخلاكي نظام حرمان؟ لا والله، لا والله، لا والله يا دكتوره، الله والله اللهم لك الحمد. يعني انا اي نعم باكل كل حاجه بس يعني برضو على كدي، بس البرشام برضو كان منعني ان انا اكل يعني. يعني من بعد فضل ربنا طبعا البرشام هي اللي سدت النفس. الحمد لله. عارفه لو سدتش هي. الحمد لله والله. لسه مكمله وعايزه تنزلي في الوزن تاني؟ ايوه الحمد لله يا دكتوره، طبعا شغاله والله. شاطره جدع. طب ممكن اسالك سؤال دلوقتي؟ لو انا قلت لك ان في حاله زايده في الوزن وخايفه تستخدم المنتج، هتقولي لهم جمله ايه تطمنهم؟ لا يا دكتوره الصراحه انا من كلامي انا ان هي تاخده وربنا يكرمها ان شاء الله وهتخس وهتاجع عليه والله. والله اللهم لك الحمد، الصحه تمام وكل حاجه تمام الحمد لله. واكتر حاجه طمنتك انه مرخص وما كانش فارق معاكي موضوع ترخيص وزاره الصحه؟ لا والله يا دكتوره والله ما كان فارق معايا، اللهم لك الحمد يعني. اللي اختار معانا اهو، وشكرا على مداخلتك القمر، وكملي لغايه ما توصلي للوزن المثالي. ان شاء الله يا دكتوره، واهلا وسهلا بيك، تشرفنا بيك يا دكتوره. نورتيني، تسلمي لي يا روحي، شكرا على المداخله الحلوه دي. مداخله الدال على الخير كيف حلو. قالت يا جماعه خدوه دائما جدا، انا نزلت 11 كيلو تقريبا في 10 في قد ايه، في شهر 11 كيلو في شهر، افضل النتائج في اسرع وقت في شهر، امن وافضل الطرق العلاجيه لانه مرخص من وزاره الصحه باقل تكلفه عشان دي العروض والخصومات. الثلاث شهور عرض وخصم 60%، عرض الكومبو افضل عرض واقل تكلفه، لان تقريبا تكلفه المنتج هنا في زيرو، انتوا بتدفعوا ثمن تكلفه الكبسوله، تقريبا ثمن الكبسوله في اليوم الواحد بثمن ساندوتش فود، يبقى عرض 60%، هيوصلك 4 منتجات تخسيس، هتنزلوا اكتر من 20 كيلو، وكمان عليك كريم شد الترهلات هديه وراس فيتامين د هديه، ومش بس كده الشحن والمتابعه معايا انا شخصيا مجاني. طب نعمل ايه؟ نكلم ارقام التليفونات. يا دكتور انتوا طول الحلقه نمبر بيزي ومشغول مشغول مشغول، بعتوا واتساب على جميع الارقام دي او اي رقم تختاروه، او من خلال صفحتنا على الفيسبوك صفحه وان دايت ودايت لايف. طب يا دكتور انا زايده ما بين 10 كيلو 20 كيلو، مش عايزه اخد الكورس 3 شهور، تاخدي عرض الشهرين،
هيوصلك منتجين تخسيس وان سليم وان فيت وعليه كريم شد الترهلات هديه واراس فيتامين تالي هديه وخصم 40% والشحن والمتابعه مجانا. كورس الطوارئ والانقاذ والنحت الريشيب الكيرفي هو كورس الشهر الواحد وخصم 30%. تاخدي كبسوله وان سليم قبل الفطار تشربي 3 4 كوبايات ميه وادعي لي 10 كيلو في شهر. طب تعالوا اكد لكم الكلام ده بصور مجربين غير المداخلات اللي شفناها وغير رجاء اللي كانت ضيفه هنا في الحلقه ونزلت 20 كيلو في شهرين. تعالوا نشوف اسال مجرب مع الطبيب. اول حاله شاب على فكره النهارده تقريبا حلقه الشباب اللي عندها سمنه مفرطه 20 كيلو في شهرين زي رجاء. طب لو انا زي الحاله دي يا دكتور اطلب انهي عرض النهارده؟ عرض او كورس الشهرين وخصم ال 40% وحلال عليكم. طب نشوف تاني حاله. بنوته 23 كيلو 23 سنه نزلت 35 كيلو في 3 شهور ونص. كبسولات وان سليم صاحبه ترند افضل النتائج في اسرع وقت 3 شهور ونص. بامل افضل الطرق العلاجيه لانه مرخص من وزاره الصحه وحطه تحت الترخيص 100 خط. اقل تكلفه عروض والخصومات. عرض الكومبو النهارده لاي حد زايد زي الحاله اللي زايد اكتر من 30 كيلو او 20 كيلو هنطلب عرض الكومبو خصم 60%. عايزين ننزل ما بين 10 كيلو 20 كيلو يبقى خصم ال 40% كورس الشهرين. عايز انزل 10 كيلو يبقى كورس الشهر الواحد وخصم 30%. نشوف كمان مجربين احنا نفسنا اتفتحت على الخساسان نزل 40 كيلو في 4 شهور. طب انت نفس الحاله دي هاخد انهي كورس النهارده؟ انهي عرض؟ عرض الكومبو خصم 60%. اربع منتجات تخسيس عليهم كريم شامب بالضرارات هديه وقرص فيتامين د هديه خصم 60% شحن ومتابعه مجانا. صاحب الترند حرق الاسعار وحرق الدهون وكمان نزول على الميزان والمقاس. تعالوا نشوف اخر طاقه امل وطاقه ايجابيه تاخدوها بعدها تكلموا التليفونات على طول تحجزوا العروض. الحالات للاسف كانت معانا النهارده ضيفه الرجاء والنهارده كان معانا ثلاث حالات ومعانا كانت واحده في الفقره الاولانيه خست على المنتج وبتحلف لكم والله بمساعدة كبسولات وان سليم فقط. طب تعالوا بقى فقره حراميه السوشيال ميديا. الايد الخفيفه استاذ محمد هنط على الفريق الطبي ياخد ارقام ويشوف حالات ازاي بيتابعوا الفريق الطبي معاهم وخسوا قد ايه. دي بتبقى حالات لسه كده في البلايند. الحاله دي مع دكتوره جهاد خست 20 كيلو في شهرين ونص. طب لو انت زيها عايزه تخسي 20 كيلو يبقى افضل كورس ليك النهارده عرض او خصم 60% اللي هو عرض الكومبو وعليه اربع منتجات تخسيس وكريم شد الترهلات هديه وقرص فيتامين د. شكرا يا دكتوره جهاد على الحاله القمر دي بس احنا عايزين صورتها قبل وبعد. تاني حاله مع دكتوره شيماء من الفريق الطبي مع حاله نزلت 16 كيلو في شهرين ودي اخذت كورس الشهرين وهي ثبتت خلاص. طب العروض النهارده وخصومات كورس الشهرين كام يا دكتور ساره؟ خصم 40%. كان معانا 300 عرض اتحجزوا في اول فقره خلينا في 500 عرض نلحق يا جماعه العروض نلحق فصل الصيف. عايزين نلبس كل الالوان عايزين نلبس جامب سوت. ثالث ريفيو او ثالث حاله مع دكتوره ملك نزلت 15 كيلو في شهر. دي حاله بنسميها اوفر اكسبكتد كونديشن او كيس يعني زياده عن المتوقع. احنا بنقول ان كورس وان سليم اقل حاله بتنزل 10 كيلو في شهر مع دكتوره ملك حاله نزلت 15 كيلو. طبعا ده بيتوقف على سرعه الحرق وبيتوقف على اصحاب الدهون لان اصحاب الدهون الكتيره دايما هم بينزلوا بسرعه في الاول كتير. تاني الدلع الخيري كفاعلي اللي نزل 40 كيلو في 4 شهور واخد كورس 3 شهور نزلت 35 كيلو في 3 شهور ونص اخدت كورس 3 شهور اللي النهارده عليه خصم حصري 60% مش هتكرر تاني حتى نفاذ الكميه في المخزن. معانا 500 عرض 20 كيلو في شهرين. انا لو نفس الحاله دي يا دكتور اطلب انهي عرض النهارده؟ كورس الشهرين خصم 40%. حالات مجربين الدلع الخيري كفاعله مداخله كانت تبع فريق روان. تخيلوا كل ده نزلوا في الوزن مساعده كبسوله وان سليم وثقوا في وزاره الصحه في الدكتوره ساره المهدي في البرنامج في كبسوله وان سليم. كل يوم بنزيد حالات عدد كبير جدا. الاسبوع اللي فات قلت لكم ان احنا كنا 23860 حاله بين 24000 حاله نزلوا في الوزن ما بين رجاله وستات وكبار سن واطفال وبنات كمان في الكليه وفي الجامعه.
اخر نداء للعروض والخصومات والعروض الحصريه اثناء الحلقه، خصم 60% على كورس الثلاث شهور، هيوصلكوا اربع منتجات تخسيس عليهم كريم شد الترهلات هديه واراز فيتامين د هديه، كورس الشهرين لو انت زايده ما بين 10 كيلو 20 كيلو خصم 40%، هيوصلكوا منتجين تخسيس وعليهم اراز فيتامين د هديه وكريم شد الترهلات هديه، كورس الانقاذ السريع، عندي ايفنت، عندي حفله، عندي مصيف، عندي خطوبه، عندي فرح، كورس الانقاذ خصم 30%، كورس عليه كورس هدية، هيوصلكوا كورس التخسيس عليه كورس المالتي فيتامين هدية، وكل الشحن والمتابعة مجانا من أول الدلتا لأسوان. ده عروضي وخصوماتي، دي دايما واجبي أنا كدكتورة سارة المهدي، أنور لكم على كل مشاكل الشعر والبشرة والجسم والتغذية العلاجية حتى المشاكل الاجتماعية. كان عندي ضيوف حلقات كتير، كان دمهم خفيف وبيطلعوا يعملوا لنا وصفات وخلطات، حلقاتي ما بتخلص وحلقاتي ما بتخلص ومفاجآتي ما بتخلص وعروضي وخصوماتي ما بتخلص. دايما خليكم متابعين برنامج صحتك وبس مع دكتورة سارة المهدي من السبت للخميس على قناة صدى البلد 2 الساعة 2، والإعادة الساعة 4. سبتكم في رعاية الله، أشوفكم بكره.